هل ايوه هل السردين يعزز نظام المناعة وكيف؟ طبعا مفيد جدا. أسئلة قوية اليوم. هلا السردين ليش له دخل بالمناعة؟ لأنه احنا عم ناخذ كمية منيحة من الأوميغا 3 اللي هي موجودة بكثرة في الأسماك خاصة سمك السردين. وهذا كمان له علاقة بالمناعة. وعادة الأشخاص اللي بياكلوا نظام غذائي اللي أكثره، يعني أنا دائما بشجع إنه سمك بعدين دجاج بعدين لحوم، ما بيعني انه ما نتناول لحوم بالمره، بس يكون ترتيبنا بالاسبوع سمك دجاج اسماك، هذا منيح لنضاره البشره للمناعه للصحه لتخفيف الوزن للحفاظ على الصحه لانه له فوائد غذائيه. يعني احنا ناخذ معظم بروتيننا من الاسماك والدجاج ثم اللحوم احسن من انه بالعكس. احنا مرات كثير ببلادنا لحمه دجاج سمك نادرا. والجاج بكثره اللحمه السمك بجوز كتير. يعني والله مسويت لكم اكله سمك بهالشهر مره بالشهر مرة. في ناس كل يعني ست اشهر مره تصدف يعني يعني نسبه قليله، بس انا دائما بقول لهم حتى يعني اوكي ممكن تخفف معلبات من اشياء تانية من اطعمه تانية، يعني مش ضروري نجيب رب البندوره معلبه، ممكن نجيب رب بندوره بعلبه ازاز او علبه كرتون افيد للصحه، ولكن خلي المعلبات للاشياء المضطر تاخذها. يعني مش كل حدا عندنا بيطبخ سردين، مع انه في كثير ناس بيطبخوا بيجيبوا سردين. والله الطريقه سهله هسه لما سهله ما بدها شيء، نظفت سمكه السردين يعني سهله بسيط موضوع وحكت ممكن نشويها كمان يعني مش غالي وسعره معقول يعني. سمعت انه الكيلو ب 3 دنانير شيء يعني تطلع كميه واللي ما بيقدر ممكن يعني للسهوله يعني مرات بنقدر نيجي للسمك المعلب. السمك من الاسماك العاليه جدا بالكالسيوم، كل تقريبا حبتين ثلاثه سردين بيطلعوا زي كانك عم تشرب كاسه حليب، يعني كميه كالسيوم عاليه جدا. منيح للناس اللي عندهم هشاشه لانه احنا ببساطه عم ناكل السمك بعظمه، فهذا عالي جدا بالكالسيوم، عالي جدا بفيتامين دي، وهي من الاشياء كمان المهمه جدا لتعزيز المناعه. حبة السردين الواحدة يدوب بطلع فيها 25 سعرة حرارية، يعني الطبق يعني العلبة، أنت لما تشتري علبة سردين تقريبا 180-200 سعرة حرارية، يعني سعرات قليلة جدا عالية جدا بالبروتين. العلبة 22 جرام بروتين، كمية البروتين زي لما تأكل قطعة ستيك منيحة. أوكي، غير إنه بس يعني إحنا بالجاج واللحمة بناخد بروتين، ناخد اوكي حديد، ناخد حديد وزنك وبي 12، بس هون عم ناخد بي 12 وحديد وزنك وكالسيوم كتير وفيتامين دي عالي جدا. فهذا اللي بيميز السمك عن الدجاج واللحم، انه انت مش بس بتاخد بروتين، عم تاخد بروتين مع وجبه بروتين قليله جدا بالدهون، كمان فيها الدهون، يعني اللحمه فيها دهون بس الدهون الكوليسترول العالي جدا، هون لا انت هون عم تاخد اوميجا 3 عالي جدا. اوميجا 3 منيح للذاكره للدماغ للتركيز للمناعه، وهذا اللي بنركز عليه جدا لصحه القلب لصحه الشرايين. فعشان هيك عم نقول لكم انه قد ما تقدر انه تاخد سمك بعدين دجاج بعدين لحوم، مش انه ما ناكل لحمه بالمره لا، يعني بس نخليها خاصة سمير لا تخافش يعني زاكي أكيد زاكي، بس إنه هيك بتاخد فائدة غذائية عالية جدا، فيه فوسفور كمان كتير مهم، فيه نسبة من البوتاسيوم، فيه نسبة من المغنيسيوم، يعني للعضلات للطاقة للرياضة، يعني كل هاي الأطباق كلها منلاقيها بهالسردين. وزي ما حكينا الحبة ولا إشي 25، في ناس كتير بحبوا كمان، مش هلا في ناس بحبوا يأكلوا السردين بالخبز، بس في ناس بيعملوا سلطات سردين صحيح، بحطوا خضار ورقية مع سردين معها بتطلع يعني طبق فيه خضار وفيه بروتين. شوفي في ناس بجوز ما بتستسيغ طعمه رغم انه السردين يعني انا بحبه عندنا بعظمنا بمعظم بيوت الاردنيين معصره الليمون، نفتح علبه السردين ونحط الليمون ونعصره طبق رخيص مفيد صحي مفيد صحي ومره ومفيد طبعا. طب في اشخاص ما بيحبوا السردين ولا يمكن انه يستسيغ طعم او يعني عندهم مع الاكل البحري يعني عموما هيك علاقتهم مش قويه، شو بديل شو تنصح الناس في بديل عشان ياخذوا الفيتامينات اللي موجوده بالسردين؟ هلا اذا بدنا ناخذ على مصادر بروتين، هون الافضل انه يكون في عندنا دجاج وبقوليات بنظامك الغذائي منيح عشان تعود عشان تحصل على نفس النظام الغذائي اللي حكينا عليه، لانه البقوليات كمان فيها مصادر بروتين، فيها مصادر الياف، فيها نسبه من الكالسيوم اكيد مش زي السردين، بس هذا بكل الترتيب. وبعدين اللحوم عندك تدخل بقوليات اكثر. بالنسبه للفيتامين دي، هلا أعلى إشي فيتامين دي موجود بالأسماك، بس اللي ما بيحب السمك ما في مشكلة تعرض للشمس، يعني أنت
وبس تطلع حتى بالشتاء لو في شويه شمس طلعت اشرب فنجان، حتى لو بالشغل انزل اشرب فنجان قهوه شغله تعرض للشمس، هذا كثير من الاشياء اللي بنركز عليها خاصه خلال فتره الشتاء، لانه كثير في ناس خلال فتره الشتاء بيقل عندهم مستويات فيتامين دي، فلازم بالصيف نحوش. يعني حرام بالصيف ما نطلع نمشي شوي بالشمسات لو 10 دقائق، يعني لأنه معظم الناس اللي بيكون عنده مخزون جيد خلال فترة الصيف بيكفي لفترة الشتاء. في ناس بيضطروا ياخذوا سبلمنتس لأنه إذا ما عم تتعرض للشمس ولا عم تاخذ، لأنه فيتامين دي أعلى إشي منتجات الأسماك، الحليب والبيض فيه بس مش زي منتجات الأسماك، فإذا أنت لا بتاكل سمك ولا بتتعرض للشمس هون بتضطر وجربوا ذوقوا السمك تاخذ مش زكي وطيب. هلا يمكن في أطفال مش متعودين في بلاد من هم وصغار، الاولاد بنعودهم على السمك، هذا يمكن حق علينا احنا كماركة امهات انه تعويدهم من الصغر انه يذوقوا إنه شغلات طعم السمك يكونوا متعودين عليه من عمر كتير صغير. هاي الاشياء اللي لازم نركز عليها كمان. تمام لا خلص ظل الاسئله ناجحه تاخذي اختيار من متعدد ولا علل؟ لا خلص خلصت الاسئله يلا ايش بدك. طيب ستنا يعطيك الف عافيه، شكرا لك يا دكتوره، اهلا دائما منوره معنا ودائما المعلومات القيمه من الدكتوره. الله يسعدك، تسلم يا